السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معك اخوك عمرو اشرف من قناة على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. النهاردة احنا مع قامة محترمة جدا في مجال الحمام، وشخصيات من تحب تتقعد معاها يعني في غيط الحمام، وغو محترم. النهاردة احنا هنا من منطقة فيصل الهرم عند غو كبير ومحبي يعني للون بنفسجي. نرضى نعرف كل حاجة عن البنفسجيات مع الأستاذ أبو يوسف. أبو يوسف اتفضل. نور الدنيا كلها والله. نوركم والله. احنا مبسوطين قوي ان احنا متواجدين مع حضرتك. انا اكتر والله، اتشرفت بيكم النهارده والله. عايزين نعرف من حضرتك يعني بدايتك ازاي بدأت ووصلت لحد فين، ويعني احكي لنا كده ايه الملف القديم بتاعك في غيط الحمام. عايزين نعرف أبو يوسف ازاي ابتدى في مجال الحمام، وابتدى بايه، ومازال لحد دلوقتي ماشي في ايه. والحمام حب من الصغر يعني، مش يعني الحمد لله الواحد كان بيحبه وهو صغير. تمام. من 87 بدات ربي بفضل الله يعني، و جميع انواع الحمام يعني حبينا جميع انواع الحمام بجميع اشكالها. تمام. بس البنفسجي ليه يعني دي حب خاص عندي، او باب انا بحبه لانه قليل، وفي النش مستوى كويس جدا، مواصفاته كويسه جدا، انا بحبه هو كمواصفات يعني. انا بحب فرد الحمام ده دون عن الحمام يعني، الحمام كله حلو، مش بس انا بحب البنفسجي كنوع من انواع الحمام، ليه معزه خاصه عندي. طب حضرتك هو حمام بقالك قد ايه؟ من 87. ولو هنتكلم بالاخص عن القبلق البنفسجي يعني بقالك كام سنه غاوي بول بنفسجيات؟ البنفسجي داخل في 12 سنه. 12 سنه. طيب حضرتك هل واجهت صعوبات في بالنسبه لانك تنتخب بنفسجيات او انك تبدا تشتغل عليهم؟ هي مفيش حاجه سهله في الحمام، لازم تسعى، لازم اسعى. يعني اكتر حاجة لقيتها صعبة في البنفسجي؟ البنفسجي اكمنه قليل بس يعني، مش لاقي حمام تشتغل بقى كويسة يعني، هو عشان قليل بس، انما هو كفرد حمام جميل جدا وتربيته حلوة هو جميل، بس هي الفكرة ان هو قليل بس. كان الموضوع ده صعب معاك؟ ده بيتعب جامد. مش عارف تنتخب مثلا حمام تغير بيه دم؟ ده بيبقى صعب فعلا، بيأثر يعني، بيتعب جامد الواحد على ما بيلاقي فرد حمام. عشان تدخل فرد حمام دي بتاخد منك مجهود جامد. هل البنفسجيات لهم تحضين او شكل تحضين معين؟ لا، انا بحضن اغلب تحضينه شامي يعني، مش شامي. حمام شامي عادي؟ عادي يعني، مش باكستانيات او الكلام ده؟ لا، شامي ان شاء الله بوظ، وممكن كريزليا كمان يزقوه كويس. العظم بيجيبه برضه يعني، بيجيبه كويس مش وحش. من وجهه نظرك يعني، يعني سؤال كده يعني ايه، عايزين بس نوضحه للمشاهدين. يعني في جميع من يعني جزء من جوال الحمام بيربوا مثلا لون قرب يندثر علشان لهدف تجاري مثلا، ان هو يبقى عندهم اللون ده فيحتكروه، فتبدا الغواي عشان اللون ده مش موجود يبداوا ان هم ايه ياخدوه مغزى تجاري. هل حضرتك كان
من البدايه منذ البدايه في تربيه فرد حمده كنت بتربيه عشان هو فرد حمام قرب يندثر فانت تبقى انت المميز في اللون ده، ولا انت هو حب مطلق لفرد الحمام؟ لا خالص خالص، انا بربي الحمام بحبه، مش نوع من انواع التجاره. عمر الحمام يعني غاوي الحمام عامه، غاوي الحمام مش تاجر الحمام، غاوي الحمام عامه حب الفرد الحمام، حب الفرد الحمام. يعني انت حضرتك بتحبه الحمام للحمام؟ للحمام، انا بطلع اقعد ارتاح، هو ليه حاجه حلوه يعني، ليه حاجه جميله كده بتبقى جوه الانسان، مثلا بيقعد مع حاجه بيحبها فبيبقى ليه راحه كده، بتحب تقعد مع الحمام. غاوي حمام مش تجاري، هو الحمام مش تجاري، انا بالنسبه لي مش تجاري، بالنسبه لي غيه وغيه حب يعني هي كل حاجه، يعني الواحد بيحبها عشان هي كل حاجه، بتريحه نفسيا. عايزين نعرف من حضرتك بوجهه نظرك المتواضعه، يعني هل البنفسجي فرد حمام قوي في النش؟ يعني عايزين نعرف مواقفك معاه في النش كانت عامله ازاي. هو البنفسجي بيتلخص في كلمه واحده، ذكي جدا. ذكي جدا. يعني تجربته معاك في النش كانت لطيفه زكي. يعني ذكي، فرد حمام ذكي جدا. من صعب صعب المنال في، يعني صعب ان حد يمسكه او حتى يحط بيه، يعني صعب، هو صعب في صعب. طيب احنا كنا عايزين يعني نعرف حضرتك ازاي بتبدا بتشتغل ازاي مع البنفسجيات، يعني عشان تقدر ان انت تنتخب وتطلع بمستوى قيم او مستوى يعني قريب للستاندر. ايه السكيلز بتاعتك او المهارات اللي بتشتغل بها علشان برضك نفيد المبتدئين؟ بص، هو البنفسجي يعتبر النوع الوحيد في انواع الحمام اللي ما ينفعش يخش له دخيل، مش داخله دخيل. تمام. ففرد الحمام نفسه بيبقى ايه، محاسنه وشكله بيبقى من عند ربنا، يعني بيبقى شكله الجمالي كده، ذكر كويس، معنتها كويسه، بتفرخ منه مستوى كويس من نفس النوع، مش ما ينفعش يخش له دخيل. يعني حضرتك بتبدا تكمل النواقص من نفس النوع. تجميل فرد حمام تكون مواصفاته كويسه وعاليه، برضو بيتحسن منه من شكله، بيفرخ فرخ كويس. بس هل في حاجه حابب تضيفها بالنسبه للبنفسجي، يعني حاجه انت حابب تتكلم عليها؟ انت شايف مثلا فرد الحمام ده مظلوم، مش واخد حقه في الغيه، حابب تتكلم ايه؟ يعني انا شايف ان حضرتك كنت ورا الكواليس بتتكلم وزعلان ان فرد حمام ده مش واخد حقه في غيه الحمام، وان هو يعني ايه، يعني شبه مندثر، يعني قليل جدا ان تلاقي منه مستوى كويس. فتوجه رساله لغوا الحمام تقول لهم ايه بالنسبه لفرد الحمام ده، يعني الاستاذ يوسف يقول لهم ايه؟ احنا عايزين فرد الحمام ده يبقى موجود وسايب، مش محبوس، يبقى منتشر، يعني ما بنشوفوش خالص، قليل. هو قليل، مشكلته ان هو قليل. بس حضرتك ممكن تذكر لنا غواي اتعاملت معاهم في البنفسجي، ويعني غواي محترمه وعندهم مستوى كويسه برضك زي حضرتك؟ في ناس كتير والله كويسين جدا جدا، وبرضه في السوق، يعني احيانا برضه بننزل بس نادرا قوي، يعني برضه في السوق برضه ناس كويسه جدا، برضه بيتواجد بس قليل جدا. مش متذكر بصراحه حد معين، بس في ناس كويسه. يعني انت الحمد لله حضرتك بدات تنتخبه منين؟ هل من اسواق ولا من غواي حمام حضرتك تعرفهم؟ يعني من اسواق، وبرضه في ناس برضه يعني ناس قليله جدا كان عندهم برضو، يعني كان حد عنده دكر مثلا عايز يخرجه برضو مش لاقي له انتايه، ببتدي ان انا اوفق، بخليه مثلا وبتعب على ما بجيب له انتايه، قال ايه وربنا بيكرمني فيه. هل الحمد لله مناعته ضعيفه بحكم تجربتك معاه في الفرق؟ خالص خالص عندي.